أشار تقرير مجلة فوربس الأمريكية إلى تمكن المملكة المغربية من تحقيق مكاسب استراتيجية عبر مشاريعها للتحول نحو الطاقات المتجددة. التقرير أشار إلى أن المغرب بات قادرا على تصدير المزيد من الطاقة المتجددة إلى كل من إسبانيا والبرتغال وحتى المملكة المتحدة. يربط المغرب مع أوروبا خطان كهربائيان في الاتجاهين بقدرة 1400 ميجاوات. وتملك المملكة المغربية واحدا من أكبر منشآت توليد الطاقات الشمسية في العالم في منطقة ورزازات، وستبلغ مساحته بعد التوسعة إلى 6000 فدان. للمزيد معنا من الدار البيضاء أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني دكتور سعيد قروق. أستاذ سعيد مرحبا بك معنا. إذن فوربس تتحدث عن مكاسب استراتيجية تحققها المملكة المغربية عبر مشاريعها للطاقات المتجددة، كيف نرصد ملامح هذه النجاحات؟ بطبيعة الحال المغرب قرر الدخول في مشروع مستقبلي هائل جدا، ألا وهو الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة، منها المائية، منها الريحية، ومنها الشمسية. واليوم الطاقة الشمسية بدأت تعطي ثمارها، بحيث أن المغرب استطاع أن يوقع مع بلدان أوروبية متعددة، لا سيما مع إسبانيا والبرتغال، ولكن كذلك مشروع ضخم جدا مع بريطانيا لتحويل هذه الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المنتجة في مشروع نور الموجود جنوب الأطلس الكبير بما في منطقة ورزازات. هذا بالنسبة هو مشروع مستقبلي، لا سيما وأن الطاقة الأحفورية في جميع الأحوال هي ستنتهي يوما ما من الكرة الأرضية، لكن كذلك هناك ضغط كبير على التخلي عن الطاقات الكلاسيكية والتحول والتوجه إلى الطاقات المتجددة، وهذا ما اختاره المغرب. والحمد لله الآن الثمار ديال هذا الاستثمار وهذه المشاريع بدأت تعطي ثمارها. في الوقت الذي بدأت فيه دول أوروبية دكتور سعيد تعود للفحم لإنتاج هذه الطاقات، يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه الخبرات برأيك؟ الآن في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، هناك أزمة في الطاقة الكلاسيكية، الشيء الذي يجعل الأوروبيين كما تفضلتم وقلتم يعودون إلى حلول عتيقة، وهي استعمال الطاقة الفحمية لتوليد الطاقة. وهذا ما يجعل المشروع المغربي في 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 مكانة متميزة، بحيث أن الطلب اليوم على الطاقة أصبح قويا جدا، وبالتالي ربما هذا المشروع المغربي، لا سيما وأن المغرب يقوم به بالتعاون مع عدة شركاء دول صديقة ودول أخوية كذلك لتطوير هذا المشروع، وبالتالي فإن منتوج هذا المشروع سيستفيد منه الجميع، لا سيما أوروبا الموجودة القريبة منا. ما الشراكات الموجودة دكتور سعيد في هذا المجال، الشراكات الدولية مع المغرب؟ هي شراكات متعددة، ولكن أهمها شراكة مع دولة الإمارات المتحدة، ولكن كذلك شراكة مع ألمانيا، شراكة مع فرنسا إلى آخره، كل من موقعه وكل من تدخله إلى آخره. إلا أن القسم الكبير في الملف تستحوذ عليه دولة الإمارات المتحدة الشقيقة، وكذلك دولة ألمانيا من ناحية التقنية، لأن ألمانيا لها صدى ولها بأس كبير في الميدان التكنولوجي لهذه الصناعة. فعلى الأساس لم يكن ممكنا أن يقوم المغرب بهذا المشروع دون الاستفادة من هذه الخبرة الكبيرة لدى الألمانيين على وجه الخصوص. لكن كذلك هناك دول أخرى، إنما أقل أهمية في هذا الباب هي إسبانيا، اللي هي كذلك فرنسا، البرتغال إلى آخره. هذا المشروع مستقبلي بلا شك كما ذكر الدكتور سعيد، ما الإطار الزمني للتحول نحو الطاقات النظيفة وبالتالي التخلي تماما على الوقود
الأحفوري. هذه العملية ربما البرمجة الزمنية صعبة فيها لأنها مرتبطة بالأحوال العادية، والأحوال العادية ما لا نعيش فيها دائما، إما لدينا أزمة في الطاقة أو أزمة في المنتوج الغذائي أو ضائقة كالأزمة ديال 2008 ديال الأزمة المالية إلى آخره. وبالتالي على كل حال لا يكفي أن تكون لدينا إرادة، ولكن يجب أن نتمكن من تطوير البنى التحتية المختلفة، وهذا يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى زمن لكي نستطيع تتم عملية البناء. أضف إلى ذلك أن التكنولوجيا تتطور بين يوم إلى آخر. إذا كان اليوم التكنولوجيا الطاقات المتجددة لا تعرف التطور السريع المرغوب فيه نظرا لوفرة الطاقة الكلاسيكية، إلا أن في الأزمات على مثل هذه التي نعيش فيها تسرع من تطور التكنولوجيا وتجعل المستثمرين يضعون الأموال الضائقة، الأموال الكافية لكي نستطيع الخروج من الأزمة. وربما هذه الأزمة الحالية هي واحد دفعة أخرى قوية إلى الأمام في ميدان التفكير والبحث وتطوير التكنولوجيات والإبداع في هذا المجال. وسنستفيد بطبيعة الحال لأن الأزمات دائما تؤدي إلى تفاق. مجلة فوربس دكتور سعيد سلط الضوء على محطة نور، هذه المحطة الموجودة في مدينة ورزازات والتي يستفيد منها مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة. كيف يمكن الإضاءة على هذه المحطة؟ الآن هذه المحطة توجد جنوب الأطلس الكبير، والمغرب يتميز بامتداد طولي على مدى ما بين 21 درجة و 36 درجة، وبالتالي فإن العروض الجنوبية تتوصل بكمية هائلة من الطاقة الشمسية. وبالتالي تم الآن اختيار مركز أو مكان أو مجال ورزازات، أظن أنه في المستقبل يمكن أن نستثمر مجالات أخرى أكثر أهمية فيما يخص أصول الطاقة، لا سيما عملية تعامد تشميس بهذه المناطق لفترة طويلة جدا في السنة. وبالتالي إذا كان اليوم قسم كبير من المغاربة استطاعوا أن يستفيدوا من إنتاج هذه الطاقة فعما قريب سيمكن أن يستفيد من أبقية المغاربة. فالمجهودات متواصلة لتطوير البنى التحتية من شكرا جهة. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد قروق، اسمح لي على المقاطعة لأن الوقت انتهى، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسنة الثاني كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا.